السلام عليكم. في آخر أسئلتها تقول: دلوني على الأسباب التي تقوي الإيمان أثابكم الله. الأسباب التي تقوي الإيمان كثيرة، أهمها الطاعات، فإن الطاعة تزيد في الإيمان والمعصية تنقص الإيمان، فيكثر من الطاعات ويترك المحرمات. ومما يزيد الإيمان ذكر الله عز وجل، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومما يزيد في الإيمان استماع القرآن، قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما يقوي الإيمان تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى بأن يقرأه بتدبر وإحضار قلب عند التلاوة. ومما يزيد في الإيمان التأمل في آيات الكون والمخلوقات، إذا تأملها الإنسان ونظر فيها فإنه يستدل بها على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وبديع حكمته وصنعته، فيزيد ذلك إيمانا بالله عز وجل. نعم.